استقبل الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس الفريق اول مايكل كوريلا قائد القياده المركزيه الامريكيه والوفد المرافق له بمقر الهيئه وذلك على هم زيارته الرسميه الى مصر تاتي زيارته في اطار علاقه الشراكه الاستراتيجيه بين مصر والولايات المتحده في كافه المجالات استقبل الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس الفريق اول مايكل كوريلا قائد القياده المركزيه الامريكيه والوفد المرافق له بمقر الهيئه، وذلك على هامش زيارته الرسميه لجمهوريه مصر العربيه، بحضور اللواء اركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، والقائم باعمال السفير الامريكي بالقاهره، واكد رئيس هيئه قناه السويس على الاهتمام الكبير الذي تليه الدوله المصريه لمشروعات تطوير قناه السويس. انطلاقا من اهميتها الاستراتيجيه ودورها الحيوي في خدمه حركه التجاره العالميه فيما اعرب قائد القياده المركزيه الامريكيه عن اهميه قناه السويس باعتبارها شريانا حيويا للعالم اجمع مشيدا بالرؤيه المصريه لتطوير المجرى الملاحي لقناه السويس كما تضمنت الزياره جوله بحريه بقناه السويس الجديده تابع من خلالها انتظام حركه الملاحه داخل القناه تاتي الزياره في اطار علاقات الشراكه الاستراتيجيه بين مصر والولايات المتحده الامريكيه في كافه المجالات وكذا المساعي المشتركه لدعم السلام والتنميه ومواجهه التحديات الراهنه